كابتن اسامه، شكرا لضيوفك الكرام، وشكرا لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. هنا من النادي الاهلي بعد فوز النادي الاهلي على الجونه بهدف لا شيء، معي يوسف علاء كابتن الفريق، وطبعا مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي. يوسف، ابدا بيك كابتن الفريق، الف مبروك الفوز. بس قبل ما نتكلم على المباراه النهارده، النادي الاهلي بيعمل استوديو تحليلي للمباراه بين الهواء، مباراه على الهواء مباشره، وتأدوا اداء عرض اداء كويس النهارده، وبتكسبوا كمان في نقل التلفزيون على الهواء. الله يبارك فيك. هو الاول بس احب احنا يعني كابتن عادل كنا ماشيين يعني على قد ما احنا كسبانين، على قد ما كابتن عادل مش مبسوط من الاداء. احنا ما الاهلي بيلعب على المكسب على طول، بس النهارده المكسب النهارده كان يعني كابتن عادل لما كلمنا بعد الماتش قال لنا ان الاداء كان اقل من كل ماتش، فالنادي الاهلي على طول متعود على المكسب وده الطبيعي في النادي. مين المباراه؟ عندنا بيراميدز فيه باذن الله الاول. ان شاء الله الحمد لله مش هننزل ان شاء الله عن الاول، خلاص الاهلي اما بيركب خلاص. الاهلي منتصر منكم جديد ان شاء الله، جماهير طبعا منتصر منكم على طول، تصدر المجموعه وتاخدوا البطوله ان شاء الله. احنا الحمد لله متعودين في النادي على ان احنا النادي ما بنركب المركز اول، خلاص مش هننزل من عليه ان شاء الله. فيعني ان شاء الله. شكرا. مصطفى شوبير نجم حراسه مرمى النادي الاهلي، النهارده شايل كره صعبه، بس قولي الاول استوديو تحليلي، كابتن اسامه حسني، كابتن حشيش، كابتن بلال، والمباراه على الهواء مباشره، احساسكم ايه وانتم ناشئين بتتفرجوا على المباراه والمباراه بتذاع على الهواء؟ الحمد لله طبعا في الاول على المكسب، وانا احب اشكر يعني واحد واحد من الناس الموجوده هنا، كلكم تعبتوا وكلكم جهزتوا الماتش عشان يطلع بالشكل اللي الناس شافته ده، واشكر طبعا كابتن اسامه حسني وكابتن احمد بلال وكابتن حشيش، الناس يجوا لنا ويتعبوا، دول ناس اساطير في النادي الاهلي، ان هم يجوا يقعدوا لنا في ماتش زي ده ويتفرجوا علينا ويزعوا مباشر، ده في حد ذاته ده شرف لينا احنا نبقى فخورين، عشان كده هو ده النادي الاهلي. مصطفى بقى النهارده انت ما شاء الله متصعد ل 97 وتمرن مع الفريق الاول في فترات كتيره جدا، النهارده عندك كوره صعبه جدا قدرت تروح وتشيلها. مصطفى شوبير حارس مرمى كبير ينتظر مستقبل النادي الاهلي. الله يا ربنا يخليك على كلامك، احنا بنجتهد عشان ربنا يكرمنا، وزي ما انت بتقول الكوره دي هي جولنا دي هي الكوره اللي بتجيلك، هي دي انت لازم تبقى مركز فيها عشان تكسب فرقتك، وده الحمد لله اللي حصل. مكسب كبير للاهلي. طبعا الحمد لله. في نجم وباذن الله تحافظ على مستواك وتبقى حارس مرمى منتخب مصر. ان شاء الله ربنا يخليك. شكرا. كابتن اسامه، ده كان لقاءنا مع نجمين من النادي الاهلي، ونعود ليك كابتن اسامه.